أكد المرشح الرئاسي عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران أنه المرشح الرئاسي الوحيد الذي يقدم برنامجا انتخابيا يقدم حلولا واقعية للمشاكل التي تمر بها مصر في كافة القطاعات. جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقده المرشح الرئاسي في مدينة درمواس في أقصى جنوب محافظة المنيا. وأضاف زهران أن برنامجه الانتخابي يرتكز على 3 محاور رئيسية، هي المحور الاقتصادي ويتضمن إعادة هيكلة الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية ومكافحة الفساد. مرشح نفسي عن طيار مدني ديمقراطي بيدعو لتغيير آمن وسلمي وديمقراطي للسلطة، بيدعو إلى تقديم بديل متكامل يتضمن حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يتضمنها برنامج. أنا في حدود معلوماتي المرشح الوحيد اللي مقدم هذا البرنامج المتكامل ومقدمه بشكل موجز ومقدمه بشكل تفصيلي، والبرنامج ده بيستند بشكل أساسي على أن يكون رئيس الجمهورية حكما بين السلطات.